السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء في فيديو جديد على قناتكم بيسان والكرة. نبدأ موجزنا الإخباري لنهار اليوم من إيطاليا. أخبار لاعب الخضر فوزي غلام لا تبشر مرة أخرى، حيث كشفت تقاليم هناك أن إدارة نابولي عرضته على نادي جديد وهو مارسيليا الفرنسي. النادي الفرنسي بحسب ذات التقارير رفض التعاقد مع غلام من دون أسباب واضحة، لكن تبين في وقت لاحق أن إدارة مارسيليا تراقب اللاعب الإكوادوري إستيبانيان ولا ترغب في التعاقد مع غيره. وكانت إدارة نابولي مصرة على الزج بغلام في صفقة اللاعب الفرنسي أمافي ظهير مارسيليا الأيسر، لكن إدارة النادي الفرنسي رفضت الأمر جملة وتفصيلا. الخبر التالي سيكون عن إسماعيل بن ناصر. مدرب الميلان ستيفانو بيولي أتى على ذكر الجزائري مرة جديدة في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم السبت. بيولي تكلم عن ثنائية كيسي بن ناصر والتي بدأت تلفت الأنظار، حيث قال بخصوص الجزائري أنه يقدم مستوى كبير في خط حساس وهو خط الوسط، مضيفا أنه دائما ما يقدم يد العون لناديه. ويلتقي نادي ميلان غدا الأحد بنادي نابولي في قمة لقاءات الدوري الإيطالي. مشاركة بن ناصر تبدو أكيدة لأنه اللاعب الأهم في الوسط، بينما تبدو مشاركة مواطنه فوزي غلام من جانب نابولي مستبعدة جدا. أنهى نادي جيل فيسنتي إعارة لاعبه الجزائري زكريا نعيجي. الصحافة البرتغالية كشفت عشية اليوم أن النادي قرر عدم تفعيل بند الشراء الموجود في عقد اللاعب وإعادته إلى ناديه الأصلي بارادو، ولم يقدم نعيجي ما يشفع له بالبقاء في فريقه البرتغالي جيل فيسنتي، فرغم كونه قلب هجوم إلا أنه لم يسجل سوى هدف واحد في الدوري كان ضد سبورتينغ لشبونة. مباشرة إلى الخليج الآن، حيث كشفت مصادر سعودية عن وصول النجم الجزائري يوسف بليلي لمدينة جدة للانضمام لتدريبات فريقه الأهلي. يوسف وبحسب الصحافة السعودية سيخضع لفحوصات كورونا أولا، وفي حال خلو جسمه من الفيروس سينتظم مباشرة في التدريبات. الحديث عن بليلي يقودنا للحديث عن زميله في المنتخب ومواطنه جمال بالعمري، ففي حال تأكد قدوم بليلي للسعودية فعلا فإن ذلك سيعني بشكل أكثر من أكيد وجود مشاكل بين بالعمري وناديه الشباب. بالعمري كان قادرا على الوصول للمملكة بنفس طريقة بليلي، لكنه لم يفعل على ما يبدو. إلى هنا يكون عدد اليوم قد انتهى، نلتقي في عدد جديد إن شاء الله. سلام.